السلطة المحلية. السلطة المحلية هي اللي جابها الباب السابع من الدستور التونسي واللي قال لها تقوم على مبدأ أساسي وهو اللامركزية، يعني تو باش تولي عنا بلديات ومجالس جهوية منتخبة بالاقتراع المباشر اللي يقوم مباشرة بانتخاب مجالس الأقاليم. كي نحكيو على السلطة المحلية نحكيو على تمتع البلديات المجالس الجهوية والأقاليم بالاستقلالية المالية، يعني عندها ميزانيتها الخاصة اللي تجي من ضرائب متاحة والأملاك الراجعة لها، كيف كيف عندها الشخصية القانونية يعني عندها سلطة تحديد أولويات الجهة بالتعاون مع المتساكنين. كي نحكيو على سلطة محلية نحكيو على ثلاث مبادئ. المبدأ الأساسي هو المبدأ التدبير الحر اللي يقوم على وضع أولويات الجهة بما يتماشى مع ميزانية الجامعات المحلية وحاجة المتساكنين. المبدأ الثاني هو مبدأ الديمقراطية التشاركية اللي يقوم بالأساس على ضمان مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في وضع البرامج التنموية. المبدأ الثالث متعلق بالحكم المفتوحة اللي يقوم بالأساس على ضرورة نشر الجامعات المحلية جميع المعلومات المتعلقة بشفافية التصرف فيها. يعني باختصار السلطة المحلية تقوم على جماعات محلية منتخبة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتتخذ قراراتها بالتعاون مع المجتمع المدني والمتساكنين بهدف تقريب سلطة اتخاذ القرار من المواطنين، وهكذا نوليو نحكيو على اللامركزية.